ثم بين هنا أن القرائن الصادقة القوية تدخل في البينة، وغالب الفقهاء إذا أطلقوا البينة يريدون الشهود، لكن بعض الفقهاء كابن القيم وغيره يقول إن البينة اسم لكل ما أبان الحق وأظهره، وبناء على ذلك فالبينة أعم من الشهود، فالشهود من البينة، لكن توجد قرائن أحياناً في بعض القضايا تثبت الحق ثبوتاً قريباً من دلالة الشهادة أو مماثلاً لها. فابن القيم رحمه الله يقول إن البينة في لسان الشرع أعم منها في اصطلاح الفقهاء، فهي اسم لكل ما أبان الحق وأظهره، وبناء على ذلك تدخل القرائن القوية الصادقة، وهذا ما جرى عليه المؤلف رحمه الله عندما قال: ومن البينة القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين.